يا مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف، وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب كل مشاهدي قناة نايل لايف داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية تكونوا بألف خير وبألف صحة يا رب جميعا إن شاء الله يا رب. اللي مش مصدق أو لسه شاكك إن جمهورية مصر العربية بتفتح صفحة جديدة في مستقبلها بشكل عام، وإنه الجمهورية الجديدة على وشك البداية، أو إحنا على مشارف الجمهورية الجديدة اللي بيحلم بيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما تولى زمام الأمور في 2014، وال106 مليون مواطن مصري في جمهورية مصر العربية اللي بيحلموا بالجمهورية الجديدة، اللي لسه مش مصدق وفي نفس الوقت لسه شاكك يتفرج على الحلقة دي، لأن الحلقة دي بنفتح فيها ملف شائك. قعدنا سنين طويلة، 50 60 70 سنة بنتكلم فيه، لكن ما كانش فيه خطوات بتحصل عشان نغير فيه. هذا الملف اللي ليه علاقة بحقوق الإنسان، اللي ليه علاقة بحقوق الإنسان، وهو قانون الحبس الاحتياطي. إزاي حضراتكم نعمل توازن ما بين السادة القضاة والنيابة العامة المحترمين اللي ممكن يستخدموا القانون الحبس الاحتياطي، ازاي يستخدموه، وايضا نحافظ على الامن الاجتماعي والامن القومي لمصر، امن وامان مصر، ازاي نعمل هذا التوازن، وازاي المتهم اللي ممكن يكون تم استخدام هذا القانون نحاول قد ما نقدر ان احنا ما تتحولش الحبس الاحتياطي انه يبقى عقوبة، وخصوصا انك انت ممكن يطلع في الاخر هذا المتهم بريء. فعلى مر سنين طويلة جدا الكثير والكثير من السياسيين كانوا بيتكلموا في هذا الموضوع، لكن الان وفي الجمهورية الجديدة كل الملفات بتتفتح، وكل الحرية لكل الناس انها تتكلم وتقول رأيها. ازاي نعمل توازن ما بين السادة القضاة والنيابة العامة عندما تستخدم هذا القانون الحبس الاحتياطي، وازاي نحافظ على الامن وامان المجتمع وامن القوم المصري، وفي نفس الوقت المتهم او اللي هو بيقضي الحبس الاحتياطي ما يتحولش الحبس الاحتياطي ده ليه؟ انه تبقى عقوبة، لان في بعض اللي موجودين في الحبس الاحتياطي حضرتك ممكن يلاقي نفسه بقاله سنتين ثلاثة، وفي بعض الاحيان نلاقي هذا المتهم في الاخر بريء. ازاي نعمل هذا التوازن العظيم، وازاي نفرق ما بين القضايا الجنائية والقضايا الخاصة بالجنح وبعض المخالفات البسيطة. لما حضرتك كمواطن مصري بسيط ألاقي الحوار الوطني اللي دعا له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لما ألاقي هذا الحوار الوطني اللي بيجمع كل طوائف المجتمع، الموالاة والمعارضة اللي بيتسمع كل كلامها، اللي كل ما هو خاص بالمعارضة بيتقال في هذا الحوار الوطني بكل حرية، وفي الآخر في العديد والعديد من الملفات بيوصل توصيات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالفعل بيتم تنفيذها من خلال دكتور مصطفى مدبولي اللي دايما بيتكلم على ان احنا كل التوصيات الخاصة بالحوار الوطني بتتم الاخذ بها وتنفيذها.
فهذا الحوار الوطني اللي بقاله عدة شهور بيتكلموا بكل تفاصيلها وكمان بتواجد بعض الوزارات المعنية بهذا الموضوع والمؤسسات والهيئات، وهذا النقاش الحر في دولة حرة جمهورية مصر العربية الجمهورية الجديدة، في ان هم يتناقشوا في هذا الموضوع للوصول للأفضل. ولما الاقي حضرتك مجلس النواب المحترمين وهم في الأجازة اوريدي في اجتماعات خاصة بهذا الملف وتشريعات جديدة وآراء جديدة، ولما الاقي حضرتك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيستقبل أمس وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي لعرض على فخامة الرئيس التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مضمونا من مضمون ان التقارير تتضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تنفذها في المحاور الأربعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة. المصريين نفسهم عايزين يراجعوا حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية ويعطوا لجميع المصريين الحقوق الإنسان في كل المجالات في منظور شامل لحقوق الإنسان في كل حاجة. والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة يهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فأنا لما بكون مواطن بسيط في جمهورية مصر العربية، أنا بعتبر مواطن بسيط جدا في جمهورية مصر العربية، وأشوف هذا الاهتمام من جميع الجهات، الحوار الوطني، مجلس النواب، رئيس الجمهورية نفسه بيتكلم عن هذه الملفات، لا انت حضرتك لازم تفهم كويس قوي ان احنا فعلا ان شاء الله داخلين على جمهورية جديدة في كل حاجة. عندنا حق، لانه كثير من القوانين اللي ممكن تنفع في دولة ممكن ما تنفعش في دولة تانية. ما حضرتك ما فيش دولة في العالم مرت باللي احنا مرينا بيه بصراحة تامة يعني في الفترات اللي فاتت. فاكرين حضرتك الارهاب اللي كان بيمشي فوق كوبري 6 اكتوبر عشان بس نتذكر الاخوان الارهابية؟ ما حضرتك ما شفتش انا في انجلترا مثلا حد ماسك مدفع رشاش حضرتك في الهايد بارك وعادي جدا يعني بيهدد البريطانيين مثلا، ولا مثلا كان عندهم مثلا في فرنسا عايزين يعملوا ولاية اسمها ولاية سينا او عشان يجمعوا فيها الارهاب من جميع انحاء العالم. يعني مصر مرت بظروف غير طبيعية وكانت بتحارب الارهاب بالنيابة عن كل دول العالم، والشرفاء من قضاة مصر والنيابة العامة كان عندهم ضغوط كثيرة جدا بالاضافه للجيش والشرطه عشان حفظ امن وامان مصر. عشان حضرتك دلوقتي حضرتك تمشي في جمهوريه مصر العربيه بامن وامان وضيوف مصر من جميع انحاء العالم ماشيين بامن وامان. لو نتذكر بس 2013 وما بعد، ولما كان في 600 الا عمليه ارهابيه في جمهوريه مصر العربيه في كل محافظات مصر وحرق الكنائس و و و ازاي نعمل توازن ما بين السادة القضاة والنيابة العامة عندما تستخدم القانون لحبس الاحتياطي؟ ازاي نعمل استخدام هذا القانون وحفظ امن وامان بلدنا والامن الاجتماعي، يعني القضايا الجنائية، قتل غير قتل، ارهابية ما ارهابية، والقضايا الخاصة بالجنح والقضايا الخاصة اللي ممكن يكون ملفات أخطاء يعني بسيطة
ازاي نقدر نفرق في ده اللي بيتناقشوا فيه في جمهورية مصر العربية الحرة، واحنا اللي بنناقش نفسنا، بنتناقش مع نفسنا يا مصريين، وبنسمع كويس قوي كلام المعارضة وبناخد بيه لو في مصلحة الدولة المصرية طبعا. فالنهاردة حضرتك يعني انا حاسس ان انا هيكون ليا الشرف ان انا اتكلم في مبنى الإذاعة والتلفزيون وقناة نايل لايف وبرنامج صفحة جديدة في هذا القانون اللي بقاله سنين طويلة كان فيه كتير ناس عايزة تتكلم فيه، وفي ظل حرية المصريين حاليا كلنا بنتكلم فيه للأفضل لجمهورية جديدة. ضيف اللي هيكون منورني في الاستوديو النهاردة يعني الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مناقشات موسعة في الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي ومطالبات بوضع ضوابط جديدة. هنتكلم في هذا الموضوع وسعيد اننا هتكلم في هذا الموضوع مع حضراتكم ان شاء الله، ونسأل ونعرف ونفهم ويبقى عندنا وعي لجمهورية جديدة. فلنقرأ بعض من الأخبار بعد إذن حضراتكم. النهاردة 6 أغسطس 2024. السيسي يهنئ رئيس بوليفيا بذكرى اليوم الاستقلال. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الرئيس لويس ألبرتو أرسي كاتاكورا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بوليفيا متعددة القوميات بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل مكونات المبادرة بحضور الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الإشارة إلى أهمية دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى المعيشة المواطنين قاطني القرى المستهدفة، وكذا رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات. هذه المبادرة العظيمة اللي هتخدم كل قرى مصر في جميع أنحاء الجمهورية، اللي هتخدم أكتر تقريبا من 60% من الشعب المصري اللي ممكن يكون ما عندهمش مية ولا مية نظيفة للشرب ولا عندهم صرف صحي، وبندخل لهم صرف صحي ومية نظيفة، وحضرتك اللي ما عندهمش حضرتك غاز بندخل لهم الغاز، واللي حضرتك ما عندهمش زي ما قلت صرف صحي اللي بقالهم سنين طويلة يعني ازاي سنة 2024 ميلادية 1446 هجرية لسه في ناس في جمهورية مصر العربية ما عندهمش صرف صحي. فالمواطن المصري البسيط الأكثر فقرا وأكثر احتياجا في جمهورية مصر العربية، الدولة المصرية بتوصل له بتوصل لأبعد قرية بسيطة جدا ومجمع سكني بسيط في الكرة المصرية عشان تديله أكثر خدمات، وندخل الانترنت وندخل حضرتك شوارع عظيمة وندخل مدارس وندخل مراكز صحية ويبقى في تأمين صحي. مش بقول لحضراتكم احنا يا جماعة يلي مش مصدقين، احنا داخلين على جمهورية جديدة.
انا قلت الموضوع ده قبل كده على الهوا، انا قلت الموضوع ده هكرره تاني بمناسبه ان رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه. انا كنت من سنتين او من سنه ونص تقريبا في الاقصر واسوان، وكنت قاعد على الرصيف جنب راجل كبير كباره كده في السن، وكنا بنتكلم ان في قرى موجوده دلوقتي فيها حياه كريمه. اقسم بالله العلي العظيم، انا اسف ان انا هقولها تاني، بس هقولها تاني وتالت ورابع عشان توصل لكل المجتمع المصري. راجل كبير يمكن عنده حاجه يعني قريب من 80 سنه، بيقول لي يا استاذ اشرف احنا بقالنا سنين طويله حياتي كلها انا عايش بدون صرف صحي، اخيرا دخل عندنا الصرف الصحي. بهذه النبره وبهذا الاسلوب. ايوه احنا في جمهوريه جديده، واللي بيشكك واللي بيعمل فيديوهات بره ويشكك في كل حاجه انجازات مصريه بتحصل ابعدوا عنه. لسه النهارده بشوف فيديوهات على السوشيال ميديا بتقلل من قيمه كل حاجه بتتعمل في مصر، ابعدوا عنها يا شباب. كتير من الفيديوهات والتصريحات الخطأ ياخدوا جزء من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وينسبوها لحد تاني او يعكسوا وهكذا. شغل ده، شغل ده قبل ما تنشر اي حاجة غلط. خليك واثق في بلدك، وعي. وزير الخارجية: لا مجال لسلام دائم وشامل إلا بتنفيذ حل الدولتين. وزير الخارجية مصر تؤكد مجددا موقفها الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر تؤكد مجددا موقفها الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وسلامة شعبه الشقيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في ختام مباحثاتهما بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ورحب الدكتور عبد العاطي في مستهل المؤتمر الصحفي بنظيره اللبناني في بلده ووطنه الثاني مصر، مشير إلى أن زيارة الوزير اللبناني تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر والمكثف بين بلدينا الشقيقين حيال مختلف القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وأضاف إنه لا شك أن الزيارة الهامة تأتي في وقت شديد الأهمية والحساسية في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وظرف إقليمي بالغ التعقيد والخطورة، وهو ظرف ناتج عن هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على أهالينا في قطاع غزة وما يحمله ذلك من مخاطر للتصعيد وامتداد ذلك هذا الصراع لما هو أبعد من ذلك. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أنه لا مجال لسلام دائم وشامل في هذه المنطقة إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، مشددا على أن احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها جميعها أمور ينبغي على الأطراف الدولية والإقليمية القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن. ألف مبروك أبنائنا في الثانوية عامة، ألف مليون مبروك للسادة أولياء الأمور أولياء الأمور اللي هم بيبقوا أعصابهم منهارة لما يكون عندهم في العيلة ابنهم أو بنتهم تكون في ثانوية عامة. يا رب في يوم من الأيام زي ما أنا قلت كده الجمهورية الجديدة، يا رب بإذن الله تعالى، وإحنا في إن شاء الله داخلين على الجمهورية الجديدة دي، يعني بإذن الله تعالى يعني نخلص بقى من هذا التوتر العظيم والغريب والغير مبرر والغير إنساني لما أبنائنا بتخش ثانوية عامة وتبقى سنة عادية زي أي دولة
يعني زي أي دولة في العالم متقدمة يعني. وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة تم بشفافية. قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة هو جهود فريق كامل من الوزارة وجهات أخرى، موضحا أنه تم مراجعة وتصحيح نتيجة الثانوية العامة بكل شفافية ورقة بما يضمن حصول كل طالب على حقه، قائلا: أتعهد بتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب والاستماع إلى المقترحات للارتقاء بالعملية التعليمية، مشددا على أن القيادة السياسية لا تألو جهدا في دعم تطوير المنظومة التعليمية. واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات دور الأول الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 بنسبة نجاح بلغت 81.3%، وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قرابة 38 طالب وطالبة، حيث تفوقت الطالبات بإجمالي 20 طالبة مقابل 18 طالب فقط. الخبر القادم: توقعات تنسيق المرحلة الأولى. الحد الأدنى لعلمي علوم 89% والشعب الهندسية 84%. كشف المجمع التكراري والإحصائي لنتيجة الثانوية العامة 2024 عن ارتفاع نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة بنتيجة هذا العام لتسجيل 81.3% مقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023 والتي سجلت نسبة النجاح المئوية 78.8%، وهو ما يشير إلى وجود توقعات في ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات. كما كشف إحصاء شهادة الثانوية العامة بنتيجة الثانوية العامة 2024 عن ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بنسبة 66%، مقارنة ب 39% بنتيجة الثانوية العامة 2023، وهو ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضي لجميع الشعب علمي علوم والشعب الهندسية والشعب الأدبية. الخبر اللي بعد كده: البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية ل 46.4 مليون دولار بنهاية يوليو 2024. أعلن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى 46.4 مليون دولار في نهاية يوليو 2024. كما أعلن البنك المركزي المصري سحب فائض سيولة من 29 بنكا بالقطاع المصرفي المصري ضمن عطاءات السوق المفتوحة، وذلك بقيمة 1 تريليون و249 مليار جنيه، 1 تريليون و249 مليار جنيه، بمعدل عائد ثابت 27.75%. 100 يوم صحة، أنا آسف، 100 يوم صحة. عبد الغفار: تقديم 7.14 مليون خدمة مجانية في 5 أيام. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تقديم 7,140,838 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي. طيب 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الاثنين 5 أغسطس في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب بعد إذن حضراتكم معايا الأستاذ محمد زغلول الخبير في الشؤون الاقتصادية للتعليق على الخبر الخاص أستاذ أحمد زغلول. أنا آسف، أستاذ أحمد زغلول الخبير للشؤون الاقتصادية، مساء الخير يا فندم.
مساء النور. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله والله تمام، الحمد لله رب العالمين. حضرتك عندنا خبر النهارده في صفحه جديده، ارتفاع صافي الاحتياطات الدوليه ل 46.4 مليون دولار بنهايه يوليو 2024، تعليق حضرتك على هذا الخبر بعد اذنك. طبعا اي زياده في الاحتياط النقدي للبلاد تعتبر يعني تحرك ايجابي للاقتصاد. ففي حوالي مثلا 105 مليون دولار ارتفعوا في قيمة الاحتياط النقدي خلال شهر يوليو الماضي، وده طبقا للي اعلنه البنك المركزي النهاردة. السؤال المهم او الامر المهم هو ايه اسباب الارتفاع ده في الوقت الراهن؟ احنا شايفين انه ممكن يبقى عندنا التزامات كتيرة خارجيا، يعني سواء سداد ديون او غيره، ولكن ارتفاع الاحتياطي في حد ذاته في هذه الظروف، انه يبقى عندك التزامات خارجية، عندك مصدر من مصادر النقد الاجنبي متأثر زي قناة السويس، انت ملتزم بسداد المديونيات. احنا يمكن كنت في مداخلة الشهر الماضي تحدثت عن انه في 14 مليار دولار اتسددوا من الدين الخارجي للبلاد في اول 5 شهور من العام، وده كان امر ايجابي جدا بالنسبة لارقام الدين الخارجي. المؤشرات دي كلها والارقام دي كلها مهمة جدا. طبعا الزيادة بتاعت الاحتياطي نتجت عن انه في بعض التدفقات او بعض مصادر النقد الاجنبي بدأت ترتفع مجددا، زي مثلا تحويلات المصريين في الخارج. تحويلات المصريين في الخارج بعد ما كانت مقتصرة على 1.6 مليار دولار العام الماضي، السنة دي ونتيجة السياسات النقدية اللي اتبعها البنك المركزي من مارس الماضي، وهي في ارتفاع وبتوصل لحوالي 2.7 مليار دولار شهريا. 2.7 مليار دولار شهريا معناها انه خلال عام كامل ممكن نبص نلاقي انه رقم تحويلات المصريين في الخارج وصل بقى 32 مليار دولار. ده رقم كبير جدا، وممكن يبقى رقم كمان غير مسبوق، يعني يمكن هو ده اللي يبقى الاكبر في تاريخه. في اعتقاد انه كمان ده بيدينا انطباع او بيعكس انطباع مهم جدا، وهو ثقة المصريين في الخارج في النظام المصرفي الوطني، وانه سعر الصرف، تحرك سعر الصرف في البنوك هو ده التحرك العادل، ما عندناش سوق سودا في الوقت الراهن. فكل التحويلات اللي جاية على الجهاز المصرفي. في اعتقادي ده امر جيد جدا، اللي هو تحويلات المصرف في الخارج، وهو بيدعم الاقتصاد بقوة في الوقت اللي فيه بعض الحاجات طبعا بتتراجع، زي ما بقول لحضرتك قناة السويس حضرتك فعلا بسبب الحرب الإبادة بتاعت إسرائيل على غزة ودخول الحوثيين في اليمن على هذا الملف، وضربها للسفن اللي ممكن تكون بتعبر وتخش البحر الأحمر عشان تعبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. لكن حضرتك في من ضمن برضو الدخل لجمهورية مصر العربية هو أنك أنت عندك مشاريع تم الاتفاق عليها وبيتم تنفيذها حاليا في الساحل الشمالي، وضخ الأموال الخاصة بها طبعا، زي مثلا رأس الحكمة، تم فعليا ضخ 35 مليار دولار للخزانة المصرية نظير الاتفاق الخاص بهذا المشروع. ايضا في حوالي 60 مليار يورو تم الاتفاق عليها كاستثمارات لشركات تابعه للاتحاد الاوروبي، شركات كبرى في مجال الهيدروجين والامونيا الخضراء في اكثر من مكان في جمهوريه مصر العربيه، طبعا على الموانئ، على اغلب الموانئ المصريه، وده كان من حوالي شهر فات في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي. كان 60 مليار يورو اتفاقات حقيقيه نتيجه انه اوروبا مهتمه جدا بمسألة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر كمصادر طاقة يعني جيدة، وتعتبر هي مستقبل الاقتصادات الأوروبية ومستقبل كافة الاقتصادات. فأوروبا مهتمة جدا بهذه المشروعات في مصر والمغرب خاصة، لأن الدولتين عندهم مقاومات مهمة جدا ومقاومات هائلة جدا في مسألة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. ففي 60 مليار دولار تم الاتفاق عليها، وايضا بيتم الضخ فيها تدريجيا، في القيمه دي تدريجيا على المشروعات اللي بيتم تنفيذها. في تصوري انه الاستثمار الاجنبي المباشر اللي هو يعني في المصانع والاقتصاد الحقيقي ده مهم جدا ان احنا نفضل ندعم فيه باصلاحات تشريعيه، بان احنا نحل مشاكل المستثمرين، بان احنا نوجد فرص استثماريه مهمه للمستثمرين او للاستثمارات العملاقه كمان اللي هي جايه من الخارج في الفتره اللي جايه، لان هو ده اللي بيعظم وبيعمل
قيمه مضافه كبيره للاقتصاد المصري. احنا عندنا في رقم اللي هو رقم استثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكوميه او وزن الخزانه وصل ل 35 مليار دولار، وده اكبر قيمه في تاريخها. التدفقات للداخل المصري او للبنك او للاقتصاد المصري، الرقم ده رقم مهم، هو بيساند الاقتصاد، ولكن هذه الاستثمارات بيسموها كده يعني لفظا بيسموها استثمارات نزله، لانها لما يبقى في اي مشكله تتعلق بالدوله اللي هي فيها. استثمارات يا استاذ احمد؟ نزله، نزله يعني يعني في فيها نداله، يعني انه لما البلد اللي هي تبقى موجوده فيها يحصل فيها مشكله ولا حاجه بتلاقيها على طول بتهرب، بتخرج على طول يعني في ساعات بتلاقي انه مليارات الدولارات بدأت تهرب من هذه الدولة. وعشان كده بتقطع كلامك يا استاذ احمد بعد اذنك، يعني وعشان كده الدولة المصرية حاليا بتركز بشكل قوي جدا على ان هي تهتم بدخول القطاع الخاص اذا كان مصري او اجنبي في عمل المصانع. طبعا ده 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 امر مهم، بس انا مساله الاستثمارات بقول لك الاجنبيه في ادوات الدين هي اللي تسببت على مدار اليومين ثلاثه اللي فاتوا انه سعر صرف الدولار يبدا يزيد شويه، مثلا نص جنيه او جنيه الا ربع، لانه كان في تخارج نسبي نتج عن المشاكل الكبيره اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي. طبعا الاقتصاد الامريكي دلوقتي مهدد بركود حاد، لانه طبعا في تقارير طلعت انه في انكماش كبير في الاقتصاد الامريكي، ففي بورصات الاوروبيه طبعا اللي هي مرتبطه ارتباط وثيق بالاقتصاد الامريكي كلها انهارت على مدار الايام اللي فاتت، وده خلى في مراكز ماليه لبعض المستثمرين انكشفت، او صناديق استثمار مراكزهم الماليه انكشفت، فاضطروا انهم يتخرجوا او يخرجوا بعض استثماراتهم من الاسواق الناميه اللي هم بيستثمروا فيها علشان يقدروا يعني يعوضوا استثماراتهم او انهم يعني الوفاء بالتزامات في الخارج، فده اثر شويه على سعر الصرف. ولكن خلال الفتره المقبله في تصوري انه مع استقرار الاوضاع عالميا، او يعني عوده استقرار الاوضاع عالميا، لان احنا بنتاثر بالاوضاع العالميه والاقتصاد الامريكي ومعدلات الفائده في امريكا بشكل كبير زينا زي كل الاسواق، ففي تصوري انه مع هدوء الاوضاع عالميا خلال الفتره الجايه في اعتقادي انه سعر الصرف كمان هيبدا ايضا يميل للاستقرار. استاذ احمد زغلول الخبير في الشؤون الاقتصاديه، شكرا لحضرتك يا فندم على هذه المداخله، وان شاء الله تشرفنا في الاستوديو قريبا باذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. طيب نقرا الخبر ده تاني. ميت يوم صحه، عبد الغفار تقديم 7.14 مليون خدمه مجانية في 5 أيام. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تقديم 7,140,838 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الاثنين 5 أغسطس في جميع من محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحملة قدمت أمس 2,795,210 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة فإن حملة 100 يوم صحة قدمت 761,871 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة. وفي وقت سابق أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان يوم الثلاثاء زيارة ميدانية لمستشفى صدر العباسية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيا والتواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق خطة الوزارة نحو توفير خدمات صحية ذات جودة شاملة. حضراتكم معايا على التليفون للتعليق على الخبرين الخاصة بالتعليم وثانوية عامة أستاذ محمد الشرقاوي الخبير في الشؤون التعليم. مساء الخير يا فندم. تحياتي أستاذ أشرف وتحياتي لمشاهدينك الكرام. أهلا بيك يا أستاذ محمد، ألف مبروك، ألف مبروك لحضرتك وألف مبروك للمصريين وألف مبروك لل 106 مليون مواطن مصري إنه نتيجة ثانوية عامة يعني تم الإعلان عنها، و وهنبتدي بقى ان شاء الله في الدخول في عملية التنسيق بعد اذن حضرتك التعليق.
يعني طبعا بنبارك للناجحين في الثانوية العامة، وبنتمنى وبنتطلع ان هم يدخلوا الكليات الراغبين فيها، وبنقول للي ما حالفهمش الحظ سواء للدور الثاني او اللي هم باقين للإعادة اشتغلوا على نفسكم شوية، وان شاء الله تحققوا اماليكم، والثانوية العامة ليست نهاية المطاف، وده جزء مهم جدا لازم احنا كاعلاميين نأكد عليه، لان يعني مش الاطباء هم اللي عايشين بس، لا في وظائف تانية موجودة وراقية وبتحظى بدخل كبير. ممكن نعلي الصوت شوية يا جماعة؟ في القمة. نعم معاك يا فندم. النهاردة هنتكلم بقى مع حضرتك على نتيجة الثانوية العامة هذا اليوم. المؤشرات بتقول ايه حضرتك؟ احنا النهاردة بنتكلم على ثانوية عامة فيها نسبة النجاح 81.3. صحيح. طب النسبة دي بالنسبة لي انا بتمثل رقم مهم لما اجي اقارن النسبة دي بالتلات اعوام الماضية. نعم. في التلات اعوام الماضية اللي هي مع بدء تطبيق نظام التقويم الجديد الذي يعتمد على الايه؟ على الابداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين. صحيح. اللي بيعتمد على ما فهم الطالب وليس ما حفظ الطالب. لما نيجي اول سنه تم تطبيق هذا النموذج من الامتحانات اللي هو في مالتي تشويس اختيار من متعدد، لقينا ان نسبه النجاح وليكن كانت في الفتره من 20 ل 21 على ما اتذكر كانت مثلا 73. السنه اللي بعدها 74، بتكلم عن نسب النجاح. صحيح. طيب ثالث سنة اللي هي السنة اللي فاتت كان قرب 78، يبقى بدأنا 73 74 78% نسبة النجاح السنة الماضية. طب السنة دي كام؟ 81.3. طب قول لي انت ليه بتدلل بالمعلومات دي؟ عايز تقول ايه للرأي العام؟ عايز اقول لهم معنى ذلك ان طلابنا واولياء امورنا ومعلمينا بدأوا يفهموا يعني ايه اختيار من متعدد، ويعني ايه وسائل تقييم وتقويم جديدة وامتحانات بأنظمة جديدة. ملحوظة مهمة جدا استاذ محمد. صح يا فندم. ودي حاجة مهمة. اذا كل ما النتائج بتطلع لفوق اذا تم ترسيخ المفهوم الجديد، والطلبة بدأت تذاكر على المفهوم الجديد مش المفهوم القديم. صحيح. فدي نقطة. عشان كده واحد يسألك ايه؟ بتحلل بايه ارتفاع نتيجة الثانوية العامة هذا العام عن السنوات الماضية؟ هو ان الطلبة والمعلم بدأوا يفهموا النظام التقويم الجديد ويعتمدوا على الفهم وليس الحفظ، ومن هنا كانت النتيجة 81.3. طيب. وبالتالي توقعات تنسيق المرحلة الأولى الحد الأدنى العلمي علوم 89% والشعبة الهندسية 84%. بالظبط. طب احنا برضك عايزين نقول في دي جزئية مهمة. اتفضل. خلاص. احنا دلوقتي في مرحلة مهمة اسمها مرحلة اختبار القدرات. صحيح. الوزير النهاردة خلاص مد فترة اختبار القدرات لحد 12 اغسطس الجاري بدلا من 8 اغسطس الجاري. عشان كده بنقول للطلاب اللي عندهم رغبة في دخول الكليات اللي هقولها دي، سواء فنون جميلة، سواء فنون تطبيقية، سواء كلية التربية الفنية أو الموسيقية أو الرياضية، اتفضلوا عندكم فرصة لاختبار القدرات، لأن بدون اجتياز اختبار القدرات حضرتك مش هتقدر تخش هذه الكلية حتى لو جايب مجموعة. طب تقولي ليه احنا حريصين على اللي احنا نقول للطلبة خش اختبار القدرات؟ لأن في شريحة معينة من طلاب الثانوية العامة من الصعب ان هم يلتحقوا بالكليات وهيبقى مصيرهم المعاهد. طب المعاهد في مصر اغلبها برسوم لانها معاهد خاصة، ولا تقوى الاسر المصرية على دفع 10,000 جنيه سنويا لاولادها، وبالتالي ممكن لو اجتاز اختبار القدرات في كليات زي التربية الرياضية او الفنية او الموسيقية ترحموا اجتياز القدرات ده من اللي التحق بمعهد ويبقى التحق بكلية، وهي حلم يفوق حلم الالتحاق بالمعاهد، لان السمة العامة ان انا احب اكون خريج مع كلية وجامعة وليس خريج معهد. طيب مع ان يا استاذ محمد هناك الكثير من المعاهد في جمهورية مصر العربية وخصوصا المعاهد الفنية، الطلاب اللي بيتخرجوا حضرتك منها بيلاقوا شغل سريع جدا، وخاصة ان انت الدولة المصرية رايحة ناحية التصنيع ورايحة ناحية الزراعة ورايحة ناحية انك انت في الاهتمام الكبير جدا بالتكنولوجيا وهكذا يعني.
مش مختلف مع حضرتك في اللي انت بتقوله، ان في عدد من المعاهد المحترمه داخل جمهوريه مصر العربيه، والدليل ان وزير التعليم العالي كان قاعد من فتره اعتقد مع حوالي 22 معهد خدوا تصنيفات دوليه وقعد معاهم واعتبرهم بؤره ونواه جديده علشان بقيه المعاهد تدخل ضمن التصنيفات الدوليه. لكن انا بتكلمك لو طالب ما عندوش رغبة للدخول في المعاهد عشان ما يبقاش واخد شهادة من معهد أي معادلة بالجامعات المصرية وعايز ياخدها شهادة صريحة مش معادلة، الاختبار القدرات ممكن ينتشلوا من هذه الكلية لو حب. تمام. النقطة بقى اللي عايز الفت نظر حضرتك إليها وللسادة برضك المشاهدين سريعا بعد إذن حضرتك اتفضل. دي نقطة مهمة. النهاردة الوزارة بتعلن عن نسب النجاح في كل نظام تعليمي، فقالت مثلا الثانويه العامه اللي هم خريج المدارس الحكوميه، اللي خريج المدارس الخاصه، اللي خريج المدارس الانترناشونال وهكذا. انا بقى استوقفني هنا ان طلبه المنازل والخدمات خلاص في الثانويه العامه السنه دي عدد اللي ناجحين فيهم 54% او 56% مقابل 84% و96% لأنظمة تعليمية أخرى. فهنا أنا بناشد وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف والقائمين على الوزارة، ادرسوا الحالة دي، ليه عدد الناجحين في المنازل والخدمات أقل بكثير من بقيه الفئات سواء مدارس حكوميه سواء مدارس لغات سواء مدارس انترناشونال، عشان تعرفوا ان ربما يكون في مشكله في عمليه التدريس والمتابعه في المنازل والخدمات. استاذ محمد الشرقاوي الخبير في شؤون التعليم، شكرا لحضرتك يا فندم على هذه المداخله وتنورنا وتشرفنا قريبا باذن الله تعالى. شكرا. طيب نقرا باقي الاخبار سريعا. وزراء الخارجية مجموعة السبع يعربون عن قلقهم حول الوضع في الشرق الأوسط. أعرب وزراء خارجية مجموعة السبعة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي في بيان لهم عن قلقهم أزاء تصاعد مستوى التوتر في الشرق الأوسط الذي يهدد بأشعال صراع أوسع نطاقا في المنطقة. وأضاف الوزراء في بيان لهم أننا نحث جميع الأطراف المعنية مرة أخرى على الامتناع عن الاستمرار في دوامة العنف الانتقامي المدمرة الحالية وخفض التوترات والانخراط بشكل بناء في وقف التصعيد، مؤكدين لن تستفيد أي دولة أو شعب من أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط. مصادر باتحاد الكرة الأندية توافق على لعب مسابقة كأس مصر. أكدت مصادر داخل الاتحاد الكرة المصرية على الأندية وافقت على خوض بطولة كأس مصر هذا العام وعدم إلغاء المسابقة خلال الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات. وقالت مصادر باتحاد الكرة الأندية أبلغت اتحاد الكرة بالموافقة على خوض بطولة كأس مصر الموسم الحالي، وكان الاتحاد لكرة القدم أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر عن الموسم الحالي، ولكن أبدى النادي الأهلي وبيراميدز غضبهم بسبب تحديد المواعيد وأن هناك ضغط مباريات كبيرة، وأبدت أندية كثيرة رغبتها خوض بطولة كأس مصر الموسم الحالي وسط اعتراضات الأهلي وبيراميدز بسبب ضغط المباريات، غير أن موقف نادي الزمالك غير واضح. آخر خبر معانا حضراتكم النهاردة، الطقس شديد الحرارة رطب غدا وأمطار جنوبا تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 36 درجة. توقع هيئة الإرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. حضراتكم بإذن الله بعد الفاصل هيكون منورني الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهنتكلم عن الحوار الوطني بقاله فترة طويلة بيتكلم وبيتناقش بكل التيارات وكل الأحزاب المعارضة وغير المعارضة حضرتك حوالين قانون الحبس الاحتياطي. فاصل وراجعين حالاً.